طبعا ما قاله برنارد لويس حول الثنائي في المسيحيه، اعطي لقيصر ما لقيصر، موجود ايضا في الاسلام منذ الوحي. يعني احاديث كثيره للنبي تشير فعلا الى التمييز بين الوحي وبين الحديث وبين القول وبين الراي. وعندما سئل في احدى المعارك اقترح خطه عسكريه، فبعض الصحابة قالوا له هذا وحي أو رأي، فقال لهم رأي، فغير رأيه، يعني كان للصحابة رأي آخر. فهذا نوع من العلمنة، هذه في ثنائية حتى في التاريخ الإسلامي، في فقيه والسلطان، وهذا ما حاولت أن أركز عليه في كتابي الفقيه والسلطان، أنه في ثنائية سلطة كما كان الحال، التسميات مختلفة، المصطلحات مختلفة، في كنيسة لكن هناك في مؤسسة فقهية، في مشيخة إسلام وفي مفتي وفي كذا، في التسميات مختلفة في الإسلام لكن المضمون واحد، مضمون واحد، هناك فعلا ثنائية. والدليل على ذلك يعني سياسات السلاطين العثمانيين، الدين في علمانية السلاطين العثمانيين يصبح سلاحا دينيا، كذلك عند علمانية سلاطين الصفويين. سلاطين الصفويين والسلاطين العثمانيين شو كانوا متدينين؟ يعني كثير ما كانوا متدينين، ولكن يستخدمون الدين كما هو حال النخب السياسية اليوم. طيب، تستخدم الدين. طيب، كسلاح ايديولوجي، وهذا له جذور في التاريخ. نعم.